الجنة الصغيرة بمنطقة أزفون التي تبعد عن مقر ولاية تيزي وزو بسبعين كيلومتراً، فبعد تعرضها لحريق مهول السنة الماضية ها هي اليوم تسترجع غطائها النباتي من خلال عملية غرس واسعة لأشجار الخروب على مساحة قدرت بثلاث هكتارات ونصف. هذا الموقع اختير لأنه تعرض في 2020 إلى حرائق، وبالتالي لاستعادة الغطاء الأخضر والغطاء النباتي ارتأينا إلى التدخل بعملية التشجير، وتم اختيار شجرة الخروب لما فيها من يعني تأقلم للمناخ ومعطيات التربة للمنطقة، وكانت متواجدة سابقا في منطقة أزفون حيث كانت يعني تمد يعني ثمار بكثرة، وكان يقال أنها حتى كانت يعني تصدر إلى الخارج. عملية التشجير تتم عبر خطوط الطول من خلال نزع كل النباتات التي تشكل منافسا قويا لشتلات الخروب التي تأقلمت مع البيئة المحلية. هذه العملية لحماية الشتلات من الرعي الجائر، وهذه ونوع هذه الشتلة هي شتلة الخروب. نوع الخروب هو نوع اقتصادي والذي لفت الكثير من الفلاحين في هذه الآونة الأخيرة لقيمته الاقتصادية. من نوع الصناعة التحويلية، يستعمل في الأدوية ويستعمل في بعض المواد الغذائية. هذا وتتواصل عملية غرس الخروب لما له من قيمة اقتصادية ستعود بالفائدة على الغطاء النباتي من جهة وعلى المنطقة من جهة أخرى.